الموضوع شغال من الصبح، الموضوع شغال من الصبح، وانا اسفه ان انا اتاخرت كل ده عشان ارد، بس كنت بجمع شتات نفسي عشان لما اطلع واثقه واقدر اتكلم بهدوء وبراحه. مبدئيا انا قاعده لقيت ان في ناس بعتت لي فيديو، الفيديو ده اتشير على الفيسبوك بطريقه غريبه، واتشير على اليوتيوب بطريقه غريبه، والمذيع لعبها صح بصراحة. المذيع عمل ايه؟ المذيع جاب فيديو قصه من الستوري عندي، الستوري 3 دقايق، هو قصه منها 10 ثواني، وحللها على مزاجه. وفي اهالي كتيرة جدا مش فاهمة يعني ايه لايفات، وفي ناس كتيرة جدا بسيطة مش فاهمة يعني ايه لايفات، وفي ناس فاهمة يعني ايه لايفات بس بتستعبط. فخليني انا اوضح يعني ايه لايفات. لايفات شغل زيها زي اي شغل، هو حضرتك في شغل انت بتشتغله بدون مقابل. طب سيادتك اللي قاعد في احسن استوديو، احسن مكان بتصور فيه، طبعا انا مش هقول انا زيك، يستحيل، انا مش خريج اعلام، وفي اعلاميين كتير جدا مش خريج اعلام، وانا مش جاي على الاعلاميين بصفه عامه، انا جاي على بصفه شخصيه على الشخص اللي بيقول ازاي 3000 دولار، ازاي حضرتك مرتبك كام؟ برامج اللايف الممثلين بقوا بيشتغلوا فيها، هل ده معناه ان هم بيشتغلوا في الدعاره؟ مغنيين بقوا بيشتغلوا فيها، ممثلين كبار بيفتحوا لايفات على التيك توك، ده معناه ان هما بيشتغلوا في الدعارة؟ عايز ناس كلك اسماء هذكرلك، بس انا مش عشان احل نفسي من قصة ادخل ناس في قصة. خلينا اتكلم عن الابليكيشن اللي انا طلعت روقت عنه، اللي انا سبق وحطيته لكم في الستوري ووريتكم كنت بتكلم ازاي. ابليكيشن اسمه لايكي، اللي ما يعرفش الابليكيشن ده يدخل دلوقتي حالا يعمله داونلود ويدخل يشوف هو ايه لايكي، هيعرف ان الناس اللي بتعمل تيك توك زيه زي مشاهير كتيرة جدا بتعمل لايفات هناك وبتعمل فيديوهات هناك. هتلاقي ان كلمة لايف فوق ليها ليدر بورد كده، متصدرين على مستوى مصر وعلى مستوى امريكا وعلى هولندا وعلى بلاد كتير، وروسيا وبلاد كتير جدا، والهند، زي ما في مشاهير عندنا في مشاهير عنده. كلمة لايف هتلاقي المتصدرين تحت العشرة او الخمسة الاوائل شباب مش بنات، الشباب هيشتغلوا في الدعارة ازاي؟ بعد اذن الناس اللي بتعمل شير، وبعد اذن الناس اللي بتطلع تعمل حلقات وبتطلع تعمل استوريهات، قبل ما تعملوا حاجه تحرر الدقه، تحرر الدقه. في ناس بتتدمر من ورا اللي انتوا بتعملوه، في اشاعات انتوا بتطلعوها مغرضه بتدمروا سمعه البني ادم بدون سبب. انا ما طلعتش قلت كلمه وحشه خارجه في الفيديو عشان تتمسك، انا اول مره في حياتي اقعد في فيديو، انا عمري في حياتي ما قلت كلمة غلط، ولا انا عمري في حياتي حبيت الحال المايل ده. انا قايلة انا عايزة احترام، انا عايزة ادب، انا عايزة اخلاق، انا عايزة زفت، قايلة كل ده. ده انا حتى ما طلبتش بنات مش محجبة، قلت محجبة وتكون محترمة. انا اهم حاجة عندي 20 بنت محترمين، مش 20 بنت مش لابسين، ده كان مضمون كلامي بالظبط. خد شال كلامي المحترم وخد الكلمة اللي بقول فيها يا جماعة المرتبات من كذا كذا. هو في حد بيشتغل بدون مقابل؟ مين بيشتغل بدون مقابل؟ بالعكس، وبتاخدوا المرتبات العالية دي ليه؟ طب هو الفنان بياخد المرتبات العالية دي ليه؟ انت بتقوم لهم بابليكيشن، انت بتنهض لهم بابليكيشن، ابليكيشن بيدخل ايرادات بسبب شخص لازم يتجزى كويس، وإلا هيروح لابليكيشن تاني. القصة ان انا مروقتش لأي ابليكيشن من الابليكيشنات سيئة السمعة عمري في حياتي، لان بمتنع عن الابليكيشنات اللي سيئة السمعة ان اشتغل فيها او ندخل حد فيها. وكانت ليا معارك كتيره مع ابلكيشنات سمعتها وحش. ازاي؟ مش حنين حسام بس، اي حد بيشتغل في التيك توك كلام ده ليك، لانه هو لما المذيع ده ذكر اسمه ذكر اسم التيك توك، ما ذكرش اسم لايك. اي حد بيشتغل في التيك توك وسمع الفيديو ده وما ردش وما فهمش الناس يعني ايه تيك توك، ويعني ايه لايف على تيك توك، ويعني ايه لايف على اللاين لايف، ويعني ايه لايف على لايكي، يبقى هو ساكت عن الحق، ويبقى هو بيعمل الحاجات اللي هم بيقولوا عليها دي. الحاجات الوحشه بتتعمل في السر، بتتعملش في العلن. انا لو بعمل حاجه زي دي عمري في حياتي ما هطلع اقول في ستوري بيشوفها 200,000 بدليل ان هي وصلت للاعلام، ده معناه ان انا متشافه جدا. ما كنتش هقول الكلام ده في ستوري، كنت هعمل وكاله في الدره تحت السلم، بس ده لا هو ابلكيشن تحت السلم، ولا انا شخص مؤذي وبستغل البنات في حاجه. في اسر كتيره والله العظيم ما لاقيه تاكل، اللايفات دي بتصرف عليهم. في ناس مش حاسه بمعاناه الغلابه، في ناس اقسم بالله ما بتلاقي تاكل، بتفتح الموبايل زي ما انا فاتحاه كده بتقعد
تقدم موهبة اللي بيغني واللي بيطبخ واللي بيرسم واللي بيلقي شعر واللي بيحل مشاكل واللي عنده حس الفكاهة، بيطلع بيعمل لايف بكل أدب وبكل احترام وفي كل مكان فيه الحلو والوحش. يستحيل في مكان فيه كل الناس كويسين، بدليل ان في ناس بتطلع من غير ما تعمل تحري، من غير ما يبقى فيه دقة، من غير فين فريق الإعداد؟ فين حضرتك؟ فين أخلاقك أنت يا أب يا محترم يا شخص يا جميل، وانت طالع بتتبلع على شخص انت أصلا ما تعرفوش وبتتكلم في كلام انت ما تعرفوش؟ هل انت اصلا عملت سيرش عن لايك ده قبل ما تتكلم ولا عني؟ شفت لي انا سابقه في حاجه وحشه، او لايك ليه سابقه في حاجه وحشه؟ ده واخد تاني اعلى بلاتفورم بعد اللايك بعد تيك توك. ازاي؟ ايه اللي بقى بيحصل ده وانت يا شخص اللي بتعمل شير على طول، شير للفضايح؟ عمرك عملت شير في الخير؟ شير في حاجه مفيده؟ شير في حاجه صالحه؟ شير في الشر بس، في ايذاء الناس بس؟ والناس كاتبه، في بعض الناس كاتبه كده: حنين بعد الخبر ده هتقفل الاكونت. انت هترتاح بايه ان شخص